عليكم ومرحبا بكم جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نوجدو أو نوريكم كيفية تجميد وتخزين القوام ديال الحريرة المغربية لشهر رمضان إن شاء الله وبطريقة سهلة. كتربح لنا الوقت، خصوصا الناس اللي كيخدموا خارج البيت وكذلك الناس اللي كيخدموا داخل البيت أونلاين، وكذلك ربات البيت اللي عندهم وليدات وعائلات كيعتنيو بهم. هالطريقه هذه كتربحهم شويه الوقت باش يكون عندهم وقت اخر تجهيز تنظيف البيت او غير ذلك. بالنسبه للمقادير راهم معروفين، المقادير ديال او القوام ديال الحريره المغربيه. كنحتاجو جوج بصلات كبار شلطتهم، وكذلك عندي هذا المقدار ديال 4 ديال الميكات، يعني 4 ديال الطيبات، وبالنسبه للكوكو ديال 5 يترو، وكذلك اللحم عندي هنايا 1 باوند اللحم على حسب الاستطاع، الخرقوم والسكنجبير والابزار. وبالنسبه للتوابل يمكن لك تستعملهم، يمكن لك تستعمليهمش دابا. اما بالنسبه للحمص انا ما كنضيفوش دابا، كنضيفو حتى تنبغي نطيب الحريره، لان كنستعمل ديال العلب ولا كنكون سالقه ديجا الحمص. بالنسبه للناس اللي باغين يديروا الحمص الفازق، يديروا واحد الكاس وضيفوه للبلاستيكه، وكذلك بالنسبه للقزبر معدنوس والكرافس كميه كبيره، ربطه من الحاجه، يكون مغسول ومنظف وناشف ومقطع طريفات. يعني هالطريقه هذه كتربح بزاف ديال الوقت، تربحنا الوقت باش نديرو بزاف ديال الحوايج ديال الدي. وكان واحد الحاجه اخرى بالنسبه للطماطم، انا ما كنديرهاش، يعني داك المطيشه كنطحنها وكنديرها بوحديتها معزوله، وغادي نوريكم دابا كيفاش غادي نحطوا جميع العناصر في ميكات. ناخذ البلاستيكه او زيبلوك، هادو ساهلين بالنسبه كي كتسديهم ما كيتحلوش، ولا ميكه عاديه ديال الجروسري كيما اللي كديريها. كناخذ مقدار ديال معلقه حتى جوج معالق ديال البصله مشلضه. انا كما قلت لكم انا راني وضعت جوج بصلات كبارين، البصله الحمراء جوج بصلات كبارين مشلضين، وهاد الكميه كلها ديال هاد العناصر درت لي 4 ديال الميكات، يعني مقدار ديال جوج حتى جوج ونص ديال البصله مشلضه. وغادي نضيفو معلقه كبيره كما كتلاحظوا في الصوره، معلقه كبيره ديال اولا مقدار ديال هاندفول، معلقه كبيره ولا واحد شويه بحال هكا كما كتشوفوا في الصوره، شويه ديال اللحم مقطع طريفات. وكان نزيد نذكر بان اللحم ماشي بالضروره انك تستعمليه في الحريره، يعني على حسب الاستطاع. ومعلقه ديال الكرافس، وغادي ناخذ هنا معلقه حتى جوج معالق ديال الكرافس سيلري مقطع، يعني مغسول منشف ومقطع طريفات. وغادي ناخذ معلقه حتى جوج معالق، انا قلت لكم على حسب كميه، على حسب طنجره اللي عندكم، انا عندي طنجره صغيره. وغادي ناخذ معلقه عاوتاني كبيره ديال القزبر، هذا المعدنوس، وكذلك معلقه كبيره ديال القزبر.
هنا كما شلنا غادي نزيدو التوابل بعد ما حطينا اللحم البصله والقزبر معدنوس والسلري. ناخذ نصف ملعقه ديال الابزار، ملعقه ديال السكنجبير، ونص ملعقه ديال الخرقوم. وغادي نسدو هاد البلاستيكه ديالنا وغادي نخليوها في الفريزر حتى نبغيو نوجدو الحلاله ديالنا. وكذلك كنوضع لادات تاريخ في داك البلاصه ديال البلاستيكه اللي كتشوفوا راها بيضاء، كنوضع التاريخ كنشوف يعني واش شحال المده. وبالنسبه لي انا هادو اربعه، جاتني اربعه ديال الميكات غادي نخليهم لرمضان. يعني بارفو كنطيب الحسوه الحريره، الحسوه ديال البلبوله او السميده، يعني مخلط كنخلط وكندير شي خطرات الشوربه. يعني اربعه ديال الميكات بالنسبه ليا كافيين. بارفو غادي ندير غير حريره، نطيب طاوه ونقدر نقدر نقسمها. So thank you so much for watching، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. وما تنسوناش بالتعليقات ديالكم، وكذلك ما تنسوش تسجلوا من جديد في القناة أمل كيتشن، و spread the love like and share. Thank you so much. Bye.